إذا هذه لعبة بلانيت اكسبلورس، يبدو أن ليس فيها أن تلعب عبر الإنترنت، فقط سينجل بلاير، يمكنك أن تلعب بدون إنترنت. أوكي، تضغط سينجل بلاير، تختار هنا ستوري المغامرة البيلد البناء، نختار المغامرة مثلا، نختار نورمال. يعطيك شخصيتك هنا، هذا له الاسم ياسين. اوكي، ما عندنا اشياء. اختار الشخصية. اوكي، ممكن لدينا هنا الشعر، ثم لون الشعر، هنا تعديلات الوجه. اوكي، تعديلات اخرى على الوجه، ثم التعديل على الجسم. هي العضلات زعما، آخر زاد سكت العضلات. هذه هي بطن لا يملك عين. اوكي، سكت زعما تحليكت. ماذا تلك اليد تبدو؟ وانا البشرة هنا يمكن ان نضع عليها حتى الالوان. ثم لدينا هذا محفظة، تسجيل الشخصية. اوكي، اضغط الان على انتر الدخول، هنا تختار منطقة يعني منطقة يعني. اوكي، شبيه ما هذا يا هذا. واسي محمد، طبعا تحدث مع هذا السيد. اسباس اضغط عليه بيمين الماوس، اضغط او. هذه هي المهمة، تكلم مع باركر. اين هو باركر؟ باركر سيكون هنا على هذه الدائرة الصفر. اذا انا نفتح التسجيل. اوكي، احرك الكاميرا بالماوس. باركر هنا، لا ليس من هنا. إذا بعد ذلك ستتجه إلى كل الأشخاص الذين يحملون علامات التعجب فوق رأسهم، وتأخذ منهم المهمات. هذا مثلا نضغط عليه بالماوس. اوكي، اضغط هنا، هم المهمة تظهر هنا. هذا اسمه حكيم، هل هذا عربي؟ سي حكيم، انت لاباس عليك؟ شتي بخير؟ سوات في الجيش تاع سي حكيم؟ ما تقال المهمة. هذه اللائحة ممتلئة بالمهمات، يجب أن أنقص. أدخل إلى التوتوريال،
تدريبات. تدريبات بريس اف 5 دي كنترول مود. ممكن نضغط على اف 5. We're now using the control mode camera. Control moving the mouse. كاميرا طير تحرك الكاميرا بالماوس هكذا. اف 5 مرة أخرى. الكاميرا تقفز بالاس باس ثم شيفت اس دي شيفت تجري نعم شيفت انجري وسط الموس ايضا انجري هنا قائمة البناء نزيد نضغط هنا على بيلد نضغط هذه القائمة قائمة البناء البناء بيتك هذا اوكي اوكي كي تعود تضغط على العلامة الموجودة هنا تعود إلى هنا تجمع الموارد بكل بساطة بالماوس ليس هذه فقط التي تظهر في علامة علامة التجميع مثل هذه مثلا تضغط هنا على الماوس جمعها تضغط هذه تجمعها تسيد هنا تضغط قسم ماذا يوجد هنا الانفنتوري فولور متابعي زين تصنع هذه الاشياء الهاتف كل هذه يمكنك أن تصنع كل هذه الأشياء creation ستيم هكذا تبدو اللعبة يعني اللعبة يعني هكذا يعني يعني غير مفهومة ليست فيه توجيهات مثلا يقولك مثلا تجمع هذه كي يعني تأكد من هذا مثلا هنا بيلد طبعا المؤشر هنا طبعا المؤشر دولة المؤشر يقول لك أين ستحصل عليه أو شيء من هذا يجب أن تبحث عن الأشياء بنفسك وستفقد عقلك في النهاية هذا مما لا شك فيه يا إلهي ساعدوني أعرفك لا بأس به لكن غير موجود التوجيهات اللعبة معنكشة